مرحبا يا حلوين، اليوم راح اسوي لكم لوك بديع يليق بالسهرات والحفلات والمناسبات، فخليكم وياي. على مود يصير عندنا بيس قوي للاي شادو، راح استخدم اليوم مثبت اي شادو من ذا بوم اسمه Put a Lid on It، وزعه بفرشة على كامل الجفن. لللوك اليوم راح استخدم هذه الباليت اسمها بالم ساين من ماركة ذا بوم، وراح استخدم اول لون اللي راح يكون هذا اللون، اخليه على كامل الجفن. راح استخدم اللون سكور كلوني الانتقالي، هذا اللون فوق كسرة العين وعلى كامل الجفن. نفس اللون راح اسحبه شوي على مود العين تصير بها سحبة اكبر. راح استخدم اللون ودي بفرشة دمج شوية اصغر على مود اغمق كسرة العين وبطريقة خفيفة. على كامل الجفن المتحرك راح استخدم هذا اللون الاخضر اللي اسمه بيج كهونا. الحلو بهاي الباليت انه بيها بيجمنت مو طبيعي، جدا حلوة الوانها وسهلة على المزج او الدمج. راح ادمج اللون الاخضر مع اللون البني، راح ادمج اللون اللي استخدمناه بالاول سكور مع اللون ودي واخليهم تحت العين مشان نسوي سموكي شوي، فرق بين العين السموكي والعين اللي ما بيها شيء. عندي هذا اللون من ماركة برونكس كولورز، راح اخليه على وسط الجفن المتحرك، لون بديع بديع بديع. راح تشوفون كيف هذا اللون راح يغير اللوك تماما. ماسكارة اليوم هي Lust Eyes من ماركة W7. الرموش الاصطناعية راح تكون من ماركة Velour، وهو هذا البير الجميل. من اهم الخطوات بالميك اب روتين بالنسبة لي هي الاضاءة. اليوم راح استخدم اضاءة من ماركة W7 وراح استخدم اللون الذهبي. الاضاءة راح تجي باعلى منطقة بالوجه، هي الخد فوق الحاجب على الحنج وعلى الانف. اخر خطوة راح تكون احمر الشفايف او الروج. اول شيء التحديد، اليوم تحديدي من ماركة W7 اسمه الليب تويستر رقم نود. الروج راح يكون ليكويد ليبستيك، مات ليكويد ليبستيك من ذا بالم. هذا يا حلوين اللوك النهائي اللي سويته أنا لكم اليوم، اللي يليق بالسهرات أو الحفلات أو المناسبات. أتمنى يكون عجبكم مثل ما أنا عجبني. شكرا على متابعتكم وأشوفكم بالفيديو الجاي.